مرحبا، معكم مدرب الصوت توني البايع، واليوم مش بس عم نحكي عن تمارين الصوت، عم نشتغل على نفهم الموسيقى، نفهم نظرية الموسيقى، نفهم أنا وين بالموسيقى تقدر أعرف غني أكثر وأفهم الأمور كلها، المقامات، الأجناس إلى آخره. واليوم رح أتطرق للنهاوند، ورح نحكي عن النهاوند بكل أشكاله. النهاوند بيتميز بثلاثة فورمز رح أحكيكم عنهم، اللي هن رح سميهم أحكيهم بالفرنساوي: لا مينور، إذا أخذنا لا رح أحكيكم عن لا مينور، وعندنا المينور ناتورال، عندنا المينور هارمونيك، وعندنا المينور أساندان وديساندان. رح سمعكم كل واحد ونكون عم نغني سوا. أخذت لا لانه fair enough لأكترية الاشخاص انه تكون عم بتغني بشباب وبنات على على هيدي الطبقه، ورح نكون انا وياكم عم نغني النوتات. النوتات هن لا سي دو ري مي فا سول لا، ما بيتغيروا. اللي بيتغير بالفورم هو الابعاد التنينيه اللي كنت حكيتكم عنهم بغير مقام بغير فيديو، وخبرتكم انه نحن البعد المعين هو اللي بيخلق رنه اللي بتخلينا انا ميز انا وين وشو عم بعمل وانا على اي مقام. رح نبلش باللا مينور اللي بنسميه ناتورال، هو لما بيكون من اللا لعند اللا، لا سي دو ري مي فا سول لا، وما بكون عم دق باي نوت ثانيه ولا اغير ابعاد ومسافات معينه، بيطلع عندي هيدا النغمه. رح نغنيه، بناخذ لكل ضربه: لا سي دو ري مي فا صال لا، لا صال فا مي ري دو سي لا. اوكي، هلا عندنا لا مينور هارمونيك، واللي مميز جدا هو رح نسمعه: لا سي دو ري مي فا صال لا، لا صال فا مي ري دو سي لا. هيدا المينور هارمونيك، بتكون لما اوصل ري مي فا بروح صول دياز، بصير ابعد بنص من اللا، وهيدا اللي بيخلق لي هذا الصوت، والفا اللي هو بعيد واحد ونص. اوكي، هذا الصوت بيرجع. رح نحكي عن اللا مينور ميلوديك، هالميلوديك بيطلع وبينزل، بنسميه اساندان اي ديساندان. بالاساندان بده يكون لا سي دو ري مي فا دياز سول دياز لا، وبينزل ناتورال عادي لا صال فا مي ري دو سي لا. بهالحاله رح سمعكم اياه قبل ما غني. بهيدي الطريقه رح غني انا وياكم اول واحد ناتورال، بيرجع الهارمونيك، بيرجع الميلوديك اساندان وديساندان. نسمع سوا لا مينور ناتورال، منغني سوا: واحد اثنين لا سي دو ري مي فا صال لا، لا صال فا مي ري دو سي لا. لا مينور هارمونيك: لا سي دو ري مي فا صال لا، لا صال فا مي ري دو سي لا. لا مينور ميلوديك أساندان وبعدين ديساندان: لا سي دو ري مي فا صال لا، لا صال فا مي ري دو سي لا. نهاوند، نهاوند مينور ما بيتغير، هو ذاته ذات الفورمز هيدي بقدر اشتغل عليها، على نهاوند اللا، نهاوند السي، نهاوند الدو، نهاوند الفا دياز، نهاوند السول دياز، مطرح ما بدي بخلق اللي بدي اياه، بس بذات الابعاد بذات الافكار بيطلع معي ذات الرنه. ولا مره بحب اسمع موسيقى او حدا عم يغني يقول لي مثلا اعطيني اللا، لا ما في شيء اسمه لا، في بده يعطيني يقول لي اعطيني لا مينور، اعطيني راست اللا، اعطيني نهاوند اللا، اعطيني عجم اللا، كل وحده لها اختلاف. وفيني غني مطرح ما بدي على الطبقه اللي بدي اياها، مجرد بس بعلق وبوطي.